دكتور سامي عبد العزيز، مساء الخير على حضرتك. كيف احمد؟ زي صح. تحياتي اولا لحضرتك الله يكرمك مره ثانيه. وخلينا نتكلم صوت الناس. يمكن سياده الرئيس الاسبوع اللي فات بينحاز مره اخرى للمواطنين فيما يتعلق بموضوع الشهر العقاري. كلام واضح للحكومه، شوفوا مشاكل الناس، حلوا مشاكل الناس، تابعوا منظومة الشكاوى الحكومية، حلوا. ده بيعني ايه بالنسبة الرسالة اللي بتصل للمواطنين من هذا التحرك الرئاسة ايضا؟ شوف يا استاذ احمد، اخرها حتى النهاردة يا استاذ احمد. نعم. الرئيس النهاردة في اجتماعه الصباحي والمنشط اللي نزل في البيان الرئاسي ان الرئيس وجه الحكومه بمصطلح بيعجبني قوي، اسمعوا صوت الناس. اه احمد، دعنا نتفق، قدر اي حكومه، قدر اي مسؤول انه لابد ان يخدم هذا الشعب. نعم. طيب هقول لك ايه هي سبل التواصل مع الشعب. أول وسيلة متعارف عليها في الدنيا كلها بحوث الرأي العام يا أستاذ أحمد. أيوة. اللي بتعمل بشكل متواصل بشكل عينة علمية تغطي شرائح المجتمع. الأسلوب الثاني إنك بتحلل صفحات البريد يا أستاذ أحمد، وكلنا عارفين صفحات البريد في الصحف القومية غالبا بتبقى برضو مراية لبعض المشكلات. نعم. طبعا تخش بعد كده على تحليل المواقع الجادة والصادقة والواقعية اللي ممكن تكون فيها رصد لبعض شكاوي الناس. ثم يأتي تحليل مكالمات التليفونات اللي بتيجي للقنوات. انا النهارده كمسؤول لو عندي جهاز بينصت وبيراقب، هيشوف كم تليفون جم لأحمد موسى، كم تليفون جم في البرنامج التاني، ويا ترى محتواهم كان ايه. ثم بقى تحليل برامج التلفزيون نفسها يا استاذ احمد. نعم. اللي هو المشكلات اللي بتعرض عليكم. اذا التواصل المباشر صدقني حينما يحدث الكل مستفيد. الحكومه هي اول المستفيدين، طبعا المواطن عايز خدماته. الحكومه يا استاذ احمد لما بتعمق تواصلها مع الراي العام، خد بالك من حاجتين، بتعرف حقيقه مشاكله، وحاجه ثانيه عارف ايه؟ بتبقى جريئه في التعامل معاه لانها سمعته وسمعها. انا هديك مثال يا سيدي الفاضل. تخيل لو معايا كده يا استاذ احمد، تخيل معايا الموقف ده. نعم. سواء السيد رئيس الوزراء او الوزير المعني لو كانوا موجودين يا سيدي على راس ترعه الجيزه اللي تم تلويثها، ودار الحوار، انا هفترض حوار خيالي اهو حصل بيني وبين الوزير المعني وبين المواطن، والوزير قال له يا مواطن يا ساكني هذا الحي، احنا صرفنا على الترعه دي كذا، بطلناها عشان كذا، هل يرضيك اللي انت شايفه ده؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حوار. هنا الحكومه ما بقتش عندها خوف من الراي العام الصح، لانها بتقول له هي صرفت ايه؟ عملت ايه؟ وبالتالي الدور على المواطن ايه؟ وعملناه عشان ايه كمان؟ وبنعمله عشان ايه؟ عشان ايه؟ بالظبط كده. وتروح قايله له بقى جملة كده هقولها لك كده على الهوا، اقسم بالله انا هقولها دي تصلح لجميع انواع التلوث اللي بنعمله في بلدنا. بتلف تلف وترجع لك تاني. هو يا استاذ احمد لما بلوث الترعه دي او بلوث اي مرفق عام، ما هو في الاخر يا سيدي بتلف تلف وترجع لي. نعم. يا في شربي، ها، يا في زراعتي، يا في حياتي اليوميه. عشان كده انا بقول زياره نزول الرئيس اسبوعيا صدقني هقول لك ممكن تكون اهدافها ايه. اكيد الرئيس نازل يتحقق، خد بالك من دي، ويتاكد. يتاكد من ايه؟ انا استاذ احمد لازم نعترف، من المؤكد رئيس الدوله عنده تقارير عن الاوضاع العامه، صح؟ طبعا. لكن هناك فرق بين قراءه الاوراق والتقارير وبين المشاهده العينيه المباشره، وبين الانصات والسمع المباشر. يا استاذ احمد المواطن لما بيقابل رئيس الدولة أو المسؤول بيكون صادق معاه، بيطلع اللي جواه بدون زواء، خد بالك. بعد ساعات ارتباك المواطن على فكرة ممكن يخليه يقول اللي جواه بتلقائية شديدة جدا. إذا صدقني الاقتراب ما بين الحكومة والرأي العام لم يعد رفاهية يا أستاذ أحمد. وعايز أقول لك حاجة، ساعة
تصدق الناس ما بتصدقش كلمه زيارات مفاجاه. بدليل زي احمد نقول كده على الهوا، هو زيارات الرئيس اليوميه بقت مفاجاه يا فندم؟ ها ما بقتش مفاجاه، بقت متوقعه. بقى معروف ان الرئيس بينزل في اي فرصه سواء يوم جمعه او يوم سبت بيعمل، ما بقتش زيارات مفاجاه. على فكره الناس بقت متوقعه تشوف الرئيس قدامها في اي مكان. ده انا بقى بعمل بقوله في ايه؟ يا ريت يا استاذ احمد نعممه على مستوى المحافظين والمسؤولين. سيبك من كلمه زياره مفاجاه عشان خاطري. لا، ايه المانع يا سيدي تبقى زياره معلنه ومرتبه يا استاذ احمد؟ بدل هتنقلها على الهوا بصدقها بواقعيتها يا سيدي، صدقني الناس هتصدقك. الناس ما بتصدقش كلمه زياره مفاجاه لمحافظ، واخد بالك ازاي؟ التواصل يا استاذ احمد، صح. التواصل يا استاذ احمد اساسي. صدقني حينما بص بقى تقترب المسافات ما بين المسؤول والمواطن، تبتعد المسافات ما بين المواطن واي وسيله اعلام مضاده. اصله ما هو اسمعها من منبعها، ما هو ناقش مع المسؤول، صح. على راس، صح. امه وعلى راس عينه في الموقع. ودورك كمان لازم تعرض كل الحاجات دي عشان ما تتركش الاعلام المعادي هو اللي يشتغل، انت تعرض كمان حتى المشاكل كلها. هقول لك على حاجه، اتفضل. ما هو لو ما شفتش مشاكلي في مرايتي في اعلام بلدي، هدور على حته ثانيه. صح. قولا واحدا، اعلامنا لازم يكون مرآة حقيقية، لا بزواء ولا بتطبيل ولا بتهليل. لا، في نفس الوقت برضه ده لا يمنع حينما ارى انجازا حقيقيا واقعيا ان اشيد به. ما ينفعش يا استاذ احمد، ما هو ما ينفعش ابقى بطلع كل السلبيات وبنسى فيها. سؤال صح، انا وحضرتك ممكن نختلف على انه وزارة وحكومة مصطفى مدبولي مع حفظ الألقاب، لا أحد ينكر حجم جهدها، حجم إنجازاتها. لكن بيحصل إيه؟ بتيجي في موقف معين، ها، عارف إيه؟ وتخسر ورقتين ثلاثة. تعال أفكرك وأنت فاكر معايا، هو موضوع التصالح. مين اللي أنقذ الحكومة، ها، من الوقوع في فخ إيه؟ الانفصال بينها وبين المواطن. لما الرئيس طلع وقال لا إزالة لبيت المأهول، ها، على الإطلاق، حصل إيه؟ نعم. الناس سمعتك، بدأت التصالح، امتد التسامح، فاكر؟ لما اتمدت المدة عشان والناس أقبلت على الدفع يا أستاذ أحمد. نعم. ليه يا فندم؟ ما هو أنت واجهتها، ما هو أنت تحاورت معها، تحاورت معها. الحوار يوقف إشعال النار. بقولها لك من قلبي، الحوار يوقف اشعال النار. اوكي، طيب لما جينا في موضوع الشهر العقاري، وخد بالك خاصه ان هو مشروع بطبيعته متكلكع في تفاصيل قانونيه، انا بقول لك بقى بصوت عالي وسامحني صراحتي ده، ولك المسؤولين عن الشهر العقاري لم يكونوا موفقين لا في عرض الموضوع ولا في الدفاع عنه ولا في ايضاح جوانبه. انا بقولها غصب كرجل مدرس اعلام، لم ارى مسؤول في الشهر العقاري يجيد التخاطب مع المواطن العادي. انا بدليل، انت عارف لغايه دلوقتي لسه في ظلال عند الناس من جوه لولا ان الرئيس قال لك سنتين. سؤال بقى على الاقل، سؤال في العظم بقى، هل يا ترى في السنتين دول، ها، مش المفروض نقوم بمجهود توضيحي بعد من دلوقتي، نجمع معلومات، نسمع آراء، ناخد اقتراحات، ناخد أفكار، حتى يشعر المواطن أنه شريك في صنع القرار؟ لا، ما الرئيس قال يعملوا حوار مجتمعي أهو. طب السؤال ده مين هيعمله يا أستاذ أحمد؟ نعم، أقول بصراحة بقى، مجلس النواب والحكومة لابد أن يكون في موجه. مجلس النواب في الأول، ليه؟ لأن مجلس النواب هو في الآخر اللي هيصدق على القرار. لو مجلس النواب ما جمعش المعلومات الأولية وخد حقائق الواقع، يبقى معنى كده إيه؟ نقاشه مع الحكومة لن يكون مبنيا على رأي عام. وبالتالي الخطوة الأولى والتي ينبغي أن تتواصل وتستمر من جانب مجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس الشيوخ أيضا يا سيدي، ثم تأتي الحكومة بأجهزتها. ومن الآن يا أستاذ أحمد نجري بحوث يا سيدي، نطرح القضية على الرأي العام ونقول له عندنا مساحة زمنية، دعنا نتنفس معا، دعنا نفكر معا بصوت عالي. عارف ليه؟ لما المواطن يا أستاذي الفاضل بيشارك في صنع القرار هو أول الملتزمين به. صح؟
لما انا بشارك في صنع القرار بلتزم بيه. اشرح له بلتزم. قول له ان انا بعمل وبعمل وبعمل وخليه يشترك معاك في الصياغه. خليه يشترك معاك في التجهيز. ساعتها لن يكون عنده حجه في انه يتراجع او لا يلتزم بالقرار. فانا بقول لك انا شايف مصر لابد ان تكمل ما بدأه الرئيس من ايه؟ تواصل، تحاور، مواجهه، مصارحه. احمد، مش انت كنت برضو كنت متابع؟ هو 2016 لما عبرنا باصعب قرار في تاريخك يا مصر في اخر 20 سنه. قرار الاصلاح الاقتصادي. وتحديد سعر الصرف. عبرنا بيه ازاي؟ من فضلك قول لي عبرنا بيه ازاي؟ طلع الرئيس وقال ثلاث كلمات افكرك؟ لن اخدع، لن ابيع الوهم، ولن اؤجل قرارا ينبغي ان ياخذه حتى وان كان على حساب شعبي. اظن المصطلحات دي موجوده عندنا. صح. اوكي، بل واصل ما هو اكثر من ذلك وقال انا قلت للجهات لو ما عندكوش بديل وهتاجلوا الموضوع ده شوفوا لكم حد غيري. فاكر؟ نعم. اذا المواجهه، الحكومه حينما تواجه المجتمع بالواقع الفعلي صدقني بننصت، بنتفاعل، بنتعاطف، بنشارك في تحمل تبعات اي قرار. مفيش قرار ملوش تبعات يا سيدي. نعم. مفيش قرار ملوش اثار جانبيه. انما كل ما قللنا الاثار الجانبيه بناء على حوار مستقيم شفاف وواضح صدقني الكل مستفيد في النهايه. اهم حاجه في الاستفاده يا سعادة استقرار المجتمع. شعور المواطن انه مع حكومه شفافه مع مسؤولين ما بيخافوش صدقني. فانا عايز اقول لك حواري معاك عشان ادعم بيه قيم التحاور، قيم الانصاف للراي العام، قيم بحث الراي العام، قيم احترامه. لما المواطن يشعر انه محترم من جانب الحكومه صدقني صدقني بيعطيها اذنه ويساعدها في تخطي الصعاب. ده رايي يا سيدي. لا، وغير كده كمان دكتور سامي انك تدي كمان مجال زي ما احنا، واحنا يمكن هنا بنعمل ده لسه النهارده في بدايه البرنامج بتكلم على ده، مشاكل الناس اللي كذا ولازم نعمل معاهم حوار الطريق الدائري والبعض الناس زعلانين وهكذا وغيره، الشهر العقاري وغيره وغيره، انك بتدي كمان مجال للناس انها تتكلم وانها تعبر عن رايها طالما هو عزيز. حتى بالمناسبه لو انتقدني، حتى لو عارض، ما يعارض او ينتقد هو حر، المهم المشكلة. ان انا معايا داخل بلدي. شوف بص، طالما الصدور متسعه. نعم. طالما الصدور متسعه مستوعبه هموم الناس، هو ده اللي بيعمل لحمه داخل المجتمع يا سيدي. هو ده اللي بيدي مصداقيه للاعلام. لما اشوف نفسي على الشاشه صح، لما بشوف همومي ومشاكل الحقيقيه على الشاشه، لا بلزق في الشاشه. ما لقيتهاش بتعبر عني بديها ظهري. نعم صح، ده دي معروف. اتنين هقول لك حاجه، هو في مجتمع بلا مشاكل؟ لا حكي. هو احنا 100 مليون. مش بالظبط، هو سؤال. وخد بالك كمان، انت 100 مليون وعندك مشاكل متراكمه ومؤجله. صح، خد بالك. وبتعمل عمليات جراحيه في كل حته، في كل منطقه، في كل محافظه. وبعدين حاجة تانية، يا ريت كمان في المقابل معدل نمو بيرتد أو بيرتجع، للأسف الشديد إما ثابت أو بيزيد. فدي مشكلة تانية. عشان كده بقول لك بقى، لو أذنت لي أتمنى إنه على أجندة برنامجك وأجندة قنوات مصر كلها، والله العظيم صدقني يا لو لم نضع قضية المشكلة السكانية في مقدمة أولويات الإعلام، بص كده، برامجيا، دراميا، ثقافيا، فنيا، دينيا، مش هنطلع ابدا ابدا لقدام. صدقني صدقني، انت كل ما بتيجي تقب بيروح جاي لك 2.5 مليون مولود فوق دماغك. صح. بيخلوك تعمل ايه؟ بترجع تاني تنزل، او على الاقل حركتك بتتباطأ. فانا بقول ارجوك يا اعلام بلدي، اجعل من القضيه السكانيه، أرجوكم اجعلوا منها أجندة يومية. كل برنامج أقسم بالله لابد أن يخصص فقرة في البرنامج اليومي بتاعه للمشكلة السكانية. عارف بإيه؟ بيّن لي كل نفس بيزيد بيحصل فيه، كل مولود بيعمل إيه؟ بيسقط
التنمية اللي انت بتعملها، بيشفط الطريق اللي انت بتوسعه، خد بالك، بيشفط كل انجاز اقتصادي انت بتعمله. عشان كده بقول لك مرة اخرى، محور حواري معاك، دعنا نفتح الحوار على كل المستويات، نعرض الاراء المتعارضة، الاراء المتباينة، طالما ان كلها ايه بتصب في النهاية في ايجاد الحلول. انهي حلول؟ التي يلتزم بها المواطن وتلتزم بها الحكومة. فحضرتك مع مع حملة اللي هو اتنين كفاية مثلا؟ شوف تسمح لي اختلف في حاجة. هي القصة مش قصة اتنين يا صاحبي. امال ايه؟ عارف ايه؟ هي قصة الحل، الخلفة بالعقل. بالعقل. بالعقل يعني ايه؟ سيادتك انا النهارده لا، ما هو ممكن واحد يقول لك انا بالعقل هخلف 7 و8 و10. لا، ما انا هقول لك عندي امكانيات وعندي فلوس وعندي وعندي. لا، ثانية واحدة بقى، هقول لك انا هقول لك على بعض الجوانب في المشكلة دي احنا بعد ساعات بنخاف نقولها. ايه رايك ما تقولهاش؟ اقول لك زي ايه؟ قول لي يا سيدي، لما عيلة تخلف 5 بنتين و3 ولاد او العكس، خليك معايا، وبيناموا في غرفة واحدة او في غرفتين، هو انت فكر ان العيلة دي تطلع سوية؟ البنات دول يطلعوا اسوياء؟ الصبيان دول يطلعوا طبيعيين؟ انت فاهم انا اقصد اقول ايه؟ اما لما 5 يناموا ابوهم وامهم معاهم، قول لي من اين تاتي الخصوصية؟ من اين تاتي التربية الصحية؟ تعال اكلمك في حاجة بقى، الزواج المبكر عامل فينا ايه؟ عامل فينا ايه؟ خلينا نتكلم بصراحة. فكرة الولد ولا البنت، القضية كبيرة يا استاذ احمد. صح. القضية كبيرة، القضية. فلما كنت بقول بالعقل معناها دكتور سامي، القضية دي مؤجلة، وكل حطيت خططه وبرامج وغيره، ومش عارفين نعمل ايه في هذا الامر، مش عارفين ليه؟ ناخد اي خطوة ايجابية. عارف ليه؟ انت عارف انا بتكلم بصراحة، اقول لك ليه؟ نعم. الملف ده ضايع وتائه بين دواليب مختلفة. تايه وضايع ما بين أماكن، جهات مختلفة. مع إن عندنا المجلس القومي للسكان، لكن هسألك على الهوى، وقبل كده عملت مع النائب، مع الأمين السابق اتحاد المجلس القومي للسكان، وقلت له يا ترى الخطط البديعة اللي أنت قلتها على الهوى دي في برنامجك ماذا حدث فيها؟ أهو ده بقى جزء من المواجهة اللي هو إيه؟ أن نسأل أنفسنا، هي خطط بتحط في الإدراج يا فندم؟ لا، هي خطط لابد أن تتولاها، وهقولها وكتبتها في مقال. المشكلة السكانية يا سيادة الرئيس تحتاج إلى فريق متخصص متنوع الخبرات متفرغ، خد بالك، ولا تشغله بمناصب رسمية. ما تخلوش يمسك مناصب رسمية، ده فريق فكر، فريق تخطيط، فريق وضع رؤية، فريق وضع استراتيجية. ما ياخد قرارات ازاي؟ يا اهو هقول لك بقى مفاجأة. ايوه. بحكم ثقافة بلدنا، معلش سامحني في دي. قسما بالله، إذا ما كان يرفع تقاريره وقراراته للسيد الرئيس الدولة مباشرة، انسى. هقولها لك بقلب مفتوح. أنا مش هخبي الكلام. يعني فريق عمل يقعد يشتغل، مين اللي هيدي القرار؟ هو اللي بيرفع تقاريره، هقول لك اهو، بيرفع خططه ومتطلباته للسيد رئيس الجمهورية. الفريق ده يكون تابع رئيس الجمهورية وخلف الستار. خلف الستار. هو متفرغ للدراسة، للتقصي، للتقييم، لإعداد الخطط، لتقديم التوجيهات والمتطلبات من كل الجهات، ورئيس الدولة يقرها بعد مناقشته. يا دكتور سامي، هي الدولة مش عندها كل اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ عارفة المحافظات الأكثر اللي فيها عدد سكان بيخلفوا أكتر نتيجة لظروف كذا، مش حضرتك مش عارف ده في كل حتة؟ عارفين؟ طب ما هو ده، ما هي دي المشكلة. هو لسه هعمل ده تاني؟ ما هو عندي الخريطة واضحة. ما هو السؤال من دلوقتي، من شوية توافقتني في الآتي، هل يكفي إن احنا نحط خطط يا فندم ونحطها في الإدراج؟ لا. طب هل يكفي أحط خطط ولا اجد تنسيق بين الجهات المختلفة؟ لا. لا، هل يكفي ان احط خطط وعندي كل الارقام والحقائق ولكن هناك عدم ما بتتحركش؟ ما هو ده السؤال، ليه ما بتعمل يعني اذا كل ده موجود قدامك، والقضية الرئيسية والاولى والاهم، وهنوصل 170 و 180 مليون لو ما عملناش. طب وبعدين بنفضل نقول الكلام ده بقى لنا كام، 20 سنة؟
بالتالي سيادتك من التسعينات بنقوله، ما احنا التجربه اللي كانت عندنا التسعينات وبعدها خلاص الدنيا فلتت مننا. كانت ناجحه مع ايام ماهر مهران. نعم. عارف ليه؟ لانه كانت السكان كانت منفصله عن وزاره الصحه. اه. كانت قائمه بذاتها. آه. وكان ليها كيان مظبوط كده، وكان ليها وليها ميزانيات مرصوده وضعت لها، ولها تمويل داخلي وتمويل مؤسسات من منظمات عالميه. ها؟ ثم كان هناك اهتمام على الارض بمراكز خدمات تنظيم الاسره. وافكرك بحاجه؟ اه. فاكر في سنه من السنين كانت الخدمه العامه لشباب الجامعات اللي ما بيخشوش الجيش بالذات السيد البنات يعملوا ايه؟ محو الاميه والتوعيه بالمشكله السكانيه. اليس ده احد المداخل يا فندم؟ ها؟ احد المداخل. عشان اقول لك لابد، انا مؤمن باللي بقوله ده حتى وان كنت مخطئ. ان لم تاتي بفريق كان عندنا يا دكتور سامي، وانا بتكلم حتى عندنا في الصعيد وفي مكتب تنظيم الاسره. اه كان عندنا. أيوة. هل ده موجود النهارده ولا اتلغى ولا اتقفل؟ ما عنديش او بيعمل فكرة. ايه؟ هل بنفس الفعاليه؟ بلاش، جايز يكون موجود بنفس الفعاليه؟ ها؟ عنده متوفر فيه استشاريين، متوفر فيه علماء اجتماع واخصائيين اجتماعيين، ها؟ بيعدوا على البيوت ويسمعوهم، ها؟ فاكر مشروع الدادة يا سيدي؟ نعم. مشروع الدادة، الدادة، الدادة دي على فكرة أكبر مؤثرة في صنع قرار الإنجاب. إيه رأيك بقى؟ أكثر واحدة بتعرف تتكلم مع المواطنة العادية. نعم. اللي من بلدها، اللي من ثقافتها، اللي من مستواها. إذا هرجعك تاني وأقول لك أنا عمري ما كنت ديكتاتور ولا بفرض رأيي، لكن أنا ما زلت أقول بحكم معرفتي بتاريخ بلدي وثقافتها وبحكم فهمي لطبيعة شخصية الرئيس الحالي. الرئيس ده على فكرة ما فيش ملف فتحه إلا وشرح فيه واتحرك فيه، صح؟ ملف السكان ما زال يحتاج اللي احنا إلى دفعة عايزينه من هذا الملف تحديدا. يا فندم ده ضرورة حتمية، ده مش اختيار يا أستاذ أحمد. على فكرة الملف ده مش ملف رفاهية ولا اختياري ولا دكتور سامي تؤجل. السيد الرئيس تحدث في هذا الملف في 2013 2014 ولحد 21. كويس. طيب. بنتكلم في هذا الملف وكله يعمل دوره وكذا وكذا، وفي الاخر بنعمل ايه؟ وصلنا لايه؟ هل انخفض عدد السكان عندنا عن 2.5 مليون؟ لا. ما حصلش، ما حصلش خطوه عمليه على ارض الواقع يا استاذ احمد. ايوه الخطوه تيجي منين؟ ما هي هو ده الموضوع اللي احنا بنلف وندور في حاجه، منين تيجي الخطوه العمليه؟ هرجع تاني يعني للصراحة. ان انت حركت كل الملفات في البلد واشتغلت على كل الملفات وقضيت على حاجات كتيره كانت صعبه جدا، ولكن هذه عبيد. الازمه اللي هي اصعب ملف عندنا مش قادرين نتحرك فيه كلنا. على فكره كلنا عارف ليه؟ عارف ليه؟ قول لي، هسالك انت على الهواء وانت اكثر مني درايه في هذا، قول لي تخاطب مين؟ سيبك من سياده الرئيس دلوقتي. لو انا لو حضرتك دلوقتي بعد ما قفلت معايا قلت يا فلان او يا فلانه، قول لي كده من فضلك. هل تملك تحدد لي اسم محدد او شخصيه محدده او وزاره محدده او جهه محدده تقول لها يا فلان او يا سيد فلان او يا سيد علان، ها اين انت من المشكله السكانيه؟ اتحداك. كله بيرمي على بعضه في الاخر، كله بيرمي على بعضه. يبقى اذا الملف ماله يا فندم؟ تايه. صح. تايه اهو. يبقى اتفقنا، يبقى لابد. بقولها لك، عايز الازهر، عايز الكنيسه، عايز الاوقاف، عايز الافتاء، عايز الثقافه، عايز ثقافه، عايز كله الدراما. يعني هقعد اتكلم في كل كله. شوف شوف. وبالتالي انا برجع لاقتراحي بصوت عالي يا سيدي. ايه هو الاقتراح؟ فرقه عمل متفرغه، صدقني متفرغه للمشكله السكانيه فقط، ما بتعملش حاجه تانية غيرها. لا هي مسؤوله في وزاره الصحه ولا موجود في السكان ولا هو مسؤول في التخطيط، لا، فريق متفرغ بياخد كل الجهد اللي سبق عمله اللي هو موجود هيكون عليه انه موجود، بياخد هذه القراءات وهذه الدراسات ويعمل لها ايه بقى يا فندم؟ اما بيفعل الخطط الخامله او بيضع خطط ايه؟ اضافيه ويقيمها ويتابعها. دكتور سامي بتعمل حوافز وبتدي الناس وبتتكلم وفي الاخر ما عندكش تاثير ايجابي، مفيش نتيجه. رغم انك بتعمل ده في حاجه غلط في الاخر، الملف ده في حاجه غلط. هي مش غلط، حاجه خطر، صدقني حاجه خطر.
انك انت عمال تسيب الازمه تتصاعد، ها، وانت لسه خطوتك ابطا بكثير من السرعه يا فندم. عشان اقول لك لا مره اخرى، فريق بيعمل ريبورتنج مباشره لرئيس الدوله. لرئيس الدوله بحكم اهتمامه الحقيقي والصادق، ها، هيساعد هذا الفريق على تنفيذ متطلباته ورؤيته، ويوفر له على مستوى كل المزارات بقى، ها، هيوفر له الحلول والمتطلبات ومستلزمات التنفيذ. غير كده الايام بيننا، لا لا او الف لا. وعلى فكره في الاخر بلق يا دكتور سامي، في الاخر الحاج بتتكلم عليه، الدوله عماله تعمل، عماله تبني، عماله تجهز، عماله كل ده عشان اللي بيحصل بتنتقل النهارده من كنت مثلا 7%، النهارده عايز توصل لكام في الميه؟ 12 13 14 مثلا. التنميه تتم على ارض الباقي عشان ايه؟ عشان الانفجار السكاني. مظبوط. هو انا لو ما عنديش الانفجار السكاني والوضع اللي كنا فيه ما قبل كورونا كان وضعنا كان بقى ايه؟ على فكره هو مش بس انفجار، انت عارف نسميه ايه والله بعد اذنك؟ الشفاط السكاني. صدقني الشفاط السكاني مش الانفجار السكاني. الناس يا دكتور سامي وحضرتك عارف ما بتحسش باللي بيتعمل، يعني مش واصلها اللي بيتعمل. مش هتحس بيه. مش واصلها. مش هتحس بيه، مش هتحس بيه لسبب. هو في الاخر بيقول لك كام؟ هيدخل لي ايه؟ هستفيد ايه؟ هتكلم طب ما هو كل ده انت بتعمل لاتنين ونص مليون كل سنه. ده خد بالك من حاجه كمان بقى. ما هو الاتنين ونص دول انسى الفكره، مش بس الامر بيقف عند حدود عدد الزياده يا سيدي. اقف عند حدود الاثار والطلبات الرعايه الصحيه لهذه ال 2.5 مليون. نعم. بياخدوا من حساب مين؟ بياخدوا من حساب الجيل الحالي. والجيل الحالي بياخد من حساب الجيل اللي ايه؟ نعم. اللي جاي. فالقصه هي يعني عايز اقول لك دوامه، عشان كده بسميها الشفاط السكاني. وبقولها لك وانا كتبت قلت يا رب لا تكون هوجة ولا موجة. وبقولها لك من قلب بقى. اقسم بالله هذه هي الفرصة الذهبية الأخيرة. الأخيرة بعد ما الرجل الرئيس السيد الرئيس دخل في الملف، والله العظيم لو الملف ده فلت من إيدينا، أنا بقولها لك والله، لو بنيت قصر فوق مصر، لو بنيت مليون 300,000 كيلومترات فوق اللي انت عملته ده، لو عملت بنية أساسية قد إيه؟ لا هتحوق ولا هتلوق. فأنا بقولها لك وبصوت عالي وعلى قناتك، أرجوكم اعتبروها الفرصة الأخيرة الذهبية، إن عندنا رئيس دولة متبني القضية. سؤال أفكرك بجملة متكررة أنا قلتها أكثر مرة يا أستاذ أحمد. نعم. هو مش سيادة الريس خد من فضيلة شيخ الأزهر على الهوى في احتفالية مولد النبي الشريف من سنتين؟ حلال قال له ثلاث مرات حلال. ثلاث مرات. هل ركبنا الموجه دي يا فندم؟ اهو لما يكون الرجل الاول في حياتنا الدينيه. نعم. شيخ الازهر الجليل يقول هذا، وياتي من وراه المفتي ويقول هذا، وياتي من وراه وزير الاوقاف ويؤكد هذا. طب انت عايز ايه تاني؟ اذا البعد الديني اصبح في ايدينا ونقدر ناخده ونشتغل عليه. انما هو مش بعد ديني، ده في بعد اقتصادي وبعد ثقافي وبعد اعلامي وفي بعد فني. عشان كده بقول لك صدقني طول ما هذا الملف بيدور ويلف في ادابير مختلفه مش هتاخد نتائج ايجابيه. عندنا قاعده في الاعلام بتقول يا استاذ احمد، بص بتقول ايه؟ ان فعلت الاشياء مره تلو الاخرى بنفس الطريقه وقد تتوقع ان تحصل نتائج مختلفه فانت رجل تضحك على نفسك. ما ينفعش نعمل كل حاجه بنفس الطريقه، هتطلع هي. ما انت لو جبت دقيق على ميه هيطلع ايه؟ هيطلع عيش. تفتكر هيطلع من حاجه ثانيه؟ مش هيطلع حاجه ثانيه. فهي الخلطه نفسها محتاجه اعاده نظر، ثم المسؤوليات محتاجه اعاده نظر. انا بقول ده من قلبي وبصوت عالي، لاني انا عارف دي ازمتي انا واولادي واولادك، كلنا بنعاني منها وسنعاني منها الى ان يتوفانا الله، ما لم نتحرك بقوه، نتحرك في نغمه واحده في اتجاه واحد كلنا، وتبقى الدوله كلها من مدرسه لكتاب لجامعه، خد بالك،
لمركز ثقافة لإعلام، الكل بيشتغل في نفس الاتجاه الواحد. هو إيه؟ هو إيه؟ أن ندبر أحوالنا وأن ننجب بقدر إمكانياتنا. غير كده إحنا بنضحك على نفسنا. دكتور سامي عبد العزيز، اولا اتشرفت بهذه المداخله المطوله مع حضرتك، وهذه القضيه اللي هي قضيتنا كلنا صراحه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سامي عبد العزيز، بشكرك شكرا جزيلا.